في اطار ديال المهرجان اللي كيتكتب في عريج ديال فنون الثقافه. هذه السنه الرابعه كنشارك في المسابقه ديال الرص اللي كتنظم مع جمعيه القناص الفقريه بمدينه العرائج، والحمد لله فزت بالمركز الاول، وهذا شرف لي وشرف حتى للمدينة. انا كنعتبر الفوز هذا فوز مدينه العرائج، فوز العرائج. ارسمتي الصقر، يعني شنو هي التقنيه اللي استعملتي فيها؟ عطاونا ثلاثه ديال الميزه اللي اعتمدت عليها اللجنه باش عطاونا ثلاثه ديال النماذج، اختيار ديال الموضوع. كيف شفت واحد الموضوع فيه الطفل داير واحد التعبير، داير واحد الحركه، هي واحد النوع ديال الحنان لواحد الحيوان عندهم هما، يعني تراث وكل شيء، هو الجمل. عجبني الموضوع ودرت عليه دراسه، ما جيتش رسمت غير هكا، خديت ورقه وستيلو وعملت واحد الدراسه على الموضوع، فكرت في الاسلوب اللي غادي نرسم هذا الموضوع، التقنيه شحال الديمونسيون ديالو، يعني المقياس اللي غادي يجي فيه هذوك العناصر ديال الصوره. والحمد لله يعني توفقت، يعني بشويه ديال الاجتهاد، شويه ديال المعرفه الفنيه والمهاره الفنيه هي اللي وصلتني لهذيك النتيجه. وهذه المناسبه ديال عيد العرش المجيد كنقدم احرى التهاني واسمع عباره الولاء من جلاله الملك محمد السادس مفروض والاسره الملكيه وجميع المغاربه بمناسبه